السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من البرنامج الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه في هذه الفقرة وفي هذا الفيديو عن خبر يهم كل جماهير النادي الأهلي. الأهلي بيتم الاتفاق مع مارسينو وشروط النادي الياباني للموافقة هنقولها في التقارير اللي جاي. الأهلي أتم اتفاقه مع البرازيلي مارسينيو على البنود الشخصية في انتظار رد كواساكي فرونتال الياباني على العرض الثاني اللي أرسله النادي الأهلي من ساعات قليلة، ولا تزال المفاوضات جارية مع العلم بأن عقد اللاعب حتى 2024 في شهر يناير عقد ممتد لغاية هذه الفترة، ولن ينتهي بعد 3 أشهر كما ذكر على موقع ترانسفير ماركت. يعني موقع ترانسفير ماركت كان بيقول إن عقده هينتهي بعد 3 شهور، ولكن المعلومة الصحيحة اللي وصلنا لها إن عقد اللاعب ممتد حتى يناير 2024. وجه ده لأن النادي الياباني كان بيملك خيار تمديد العقد لمدة سنة إضافية، وهو ما تم تفعيله في سبتمبر الماضي بالفعل. يعني المعلومة المغلوطة دي، لأن هو كان في شرط عند النادي الياباني إن هو يمد العقد لمدة سنة، وده اللي عمله فعلا النادي الياباني في الفترة اللي فاتت في سبتمبر اللي فات. الفريق الياباني حدد سعر بيع اللاعب مارسينيو ب 3 مليون يورو، إلا إنه من الممكن إنه يوافق على مبلغ أقل بشرط أن يتم السداد على دفعتين لا أكتر. يعني هو موافق إن هو يكون سعره من 3 مليون دولار لأقل من 3 مليون دولار، بس الشرط الوحيد إن يتم دفع الفلوس على دفعتين على الأكتر، أكتر حاجة يكون دفعتين. ويلعب مارسيو دا سيلفا باربوسا الشهير بمارسينيو مع فريق كواساكي فرونتال تاني الدوري الياباني، وسجل مارسينيو اللي عمره 27 عام 9 أهداف في الدوري الياباني عقب مرور 30 جولة. يعني هو سجل 9 أهداف بعد ما عدى 30 مباراة حتى الآن. ويبتعد مارسينيو عن صدارة الهدافين بثلاث أهداف، حيث إنه بيحتل المركز السادس في قائمة الهدافين، وهو أيضا تاني هدافي فريقه بعد الياباني إيانجا. ويحتل كواساكي المركز الثاني من الدوري الياباني برصيد 54 نقطة من 30 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن يوكوهاما مارينيوس المتصدر للدوري الياباني. جه ده بعد أن تلقى كواساكي ضربة في المنافسة بخسارته أمام هوكايدو ساوبورو بأربع أهداف مقابل 3، وصنع مارسينيو ثالث أهداف فريق كواساكي، وبدأ مارسينيو مسيرته مع فريق انترناسيونال البرازيلي، ورحل اللاعب عن النادي البرازيلي عن الدوري البرازيلي في صيف 2019 إلى نادي صيني حتى فبراير 2021، وانتقل مارسينيو إلى كواساكي الياباني في صيف 2021. وبكده تكون خلصت فقرتنا اللي كانت بتتكلم على إن الأهلي بيتم الاتفاق مع مارسينيو، وهناك شروط للنادي الياباني عشان يوافق على انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.
في النهاية بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية، ونتمنى إن مارسينيو لو ليه خير إن هو يلعب في النادي الأهلي يلعب في النادي الأهلي، ونتمنى إن هو يكون صفقة رابحة ما تكونش زي لعيبة كتير من لعيبة أمريكا الجنوبية اللي بتيجي مصر ودايما بتكون مستواها سيء جدا. حتى الآن سافيو ما أبينش أداؤه الرائع مع النادي الأهلي في المباريات الودية اللي لعبها مع النادي الأهلي. طبعا احنا عارفين إن النادي الأهلي لعب 3 مباريات ودية قبل مباراة الاتحاد المنستيرلي في دوري أبطال إفريقيا، وكان فاز على فريق بتروجيت بنتيجة 5-1، وفاز على فريق أسوان بنتيجة 2-1، وتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف. فنتمنى إن النادي الأهلي التوفيق، وإن ربنا يكرمه إن شاء الله في مباراة الذهاب الخاصة بالاتحاد المنستيرلي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا. مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.